سلمى، كلنا بنعرف قديش البشرة حساسة وبحاجة لعناية واهتمام كبير اليوم من الصبايا، وأكيد مع تبدل فصول السنة وتغير العوامل الخارجية بتتأثر البشرة بشكل كتير كبير بهذا الموضوع. ممكن يصير في عنا مشاكل صحية إن كان هذا الشيء بالشيخوخة أو التعب أو الترهل كمان. صحيح يا هايدي، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه أكثر شيء مهم نسأل فيه عن صحة البشرة. أكيد. يعني أكيد شفتي مبارح الفصول الأربعة تمام. عيدنا الصبح شوية شمس، بعدين مطر، بعدين هواء، بعدين رجع مرة ثانية، واليوم نفس الشيء. هلا في الصبح هواء وضباب، هلا الشمس بجوز بعد شوي إن شاء الله يبقى الجو هيك. هذا كله بيأثر أول شيء على بشرة الوش والجسم بشكل عام، حالة الجفاف هي اللي عم نعيش فيها، الهواء البارد، الشمس فجأة، هذا كله أكيد له تأثيراته. ودائما السيدات مع تبدل الفصول وأيضا مع الأعياد بيكون همهم الأساسي كيف نطل ببشرة صحية. طبعا كل هاي الأسئلة رح أجاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية بالجلدية الدكتورة هلا الحور. صباح الخير دكتورة، وينعاد عليكي. صباح الخير سلمى وهايدي، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلى كل اللي عم يشوفونا وعلى كل السوريين بكل الخير وراحة البال حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي دكتورة. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع بهم كثير من الصبايا، وخصوصا بعد شهر الصيام فينا طبعاً. نقول انه هذا الشيء يمكن صار في تأثيرات على بشرتنا. خلينا نوضح اهم المشكلات الصحية يلي صابت البشرة. هلا مثل ما كلنا بنعرف ومثل ما بلشت سلمى بالمقدمه، هالتبدل هذا اللي بيصير بالطقس وهالانتقال من فصل لاخر واحيانا عم بيكون كثير مفاجئ. يعني انت فجاه مثلا عم تكون ايام عم يكون فيها مثلا الشمس كثير حاده، ايام ثانيه انه لا نحن عم يصير كثير برد ودرجه الحراره والرطوبه كثير عم تتبدل، عم تنخفض درجه الحراره بشكل كثير مفاجئ. هيدا الشيء بيترك تاثيرات على اجهزه الجسم المختلفه وبشكل خاص الجلد، لانه هو العضو الأكبر خلينا نقول، واللي هو أول عضو بيواجه التغييرات البيئية والمناخية وتبدلات الطقس هي كلها المفاجئة. حتى هي التبدلات بدرجات الحرارة والرطوبة كمان بتترك تأثيرات على الحالة المناعية للجسم، حتى على الحالة النفسية، على هرموناتنا. هلأ كتير من الأشخاص بس بلش يجي فصل الربيع بتلاقي أنه حتى نفسيتهم بتتحسن. هذا الاكتئاب اللي نحن كنا عم نمرق فيه مثلا بالفصل البارد بالشتاء قلة التعرض للشمس، هلا نحن على الربيع بالعكس بتتحسن كثير الحاله النفسيه. صحيح. الشمس بتساعدنا انه تنفرز، نحن عندنا الهرمونات مثل السيروتونين ببلش بقى الدماغ بفرزها، بيساعد الجسم على انه يركب كمان فيتامين د. بس بالمقابل هلا التعرض اللي بده يصير لاشعه الشمس لساعات اطول، شدتها بتصير أكبر من الشتاء، بيعرض جلدتنا لكثير من المشاكل، كثير من الأمراض بتتفاقم هلأ بالربيع وبالصيف. مثلا المرضى اللي عندهم حب شباب، إكزيما، خاصة الإكزيما الضيائية الوردية. هلأ مثلا نحن عندنا حساسية الربيع، كثير من المرضى بيجوا بيشتكوا من الأعراض خلينا نقول الحساسية الموسمية اللي مو بس بتصيب الجلد كمان بتصيب الجهاز التنفسي، الصدر، الأنف، العيون. تلاقيهم مثلا عم يشتكوا هلأ من جفاف بالأغشية المخاطية، سيلان أنف، حكة، التهاب حواف أجفان، حكة بالعيون. حتى مرضى الربو ممكن أنه تزيد عندهم هجمات ضيق النفس والربو، لأنه هلأ بيكون الجو مليء كتير بغبار الطلع واللي هو من أهم المحسسات اللي بتعمل هالحساسية. هي حساسية الربيع أو حتى هجمات الشرب بتزداد كتير هلأ خلال هاي الفترة. طيب دكتورة هلأ خلينا نحكي بهذا الوقت، نحن متعودين أنه الصبايا دايما بيلجأوا يعني بأواخر الشتاء والربيع للتقشير، أنه هذا الوقت الأمثل لأنه الشخص إذا بده يجهز بشرته تكون كلياتها نضارة. ولكن هلأ قدي صار هذا الشيء حذرين لازم يكونوا فيه، لأنه الشمس ما عادت مثل زمان، أيام زمان خفيفة لهلا عم تكون قوية فورا. يعني من كم يوم شهدنا درجات حرارة وصلت تقريبا الثلاثينات، يعني حسينا حالنا بنص قاب مثل ما بيقولوا، نقلة مفاجئة. فقدي في تأثير، وهلا شو البدائل يعني لواحد يخلينا نقول يجدد بشرته بهذا الوقت ولكن من دون ما يضطر لأنه ينأذى بدل ما يستفيد.
هلا هو فصل الشتاء هو الفصل اللي كل الاطباء بفضلوا انه السيده اذا بتستخدم مقشرات او مثلا تضطر انه تعمل جلسات معينه من الليزر مثلا مثل فراكشنال ليزر او حتى ازاله الاشعار يفضل انه تعملهم خلال فصل الشتاء مو بالربيع او بالصيف لانه شده الشمس بتكون اخف والتعرض بيكون اقل والبشره بتتحمل انه انت تستخدمي لها احماض الفواكه او الريتينول اللي هن بيجددوا الخلايا بيحفزوا تكوين كولاجين بيخلصونا من الخلايا الجلد الميته بخففوا كثير من التصبغات البيجمنتيشن الكلف النمش المسامات السكارز الموجودين بس طبعا مثل ما حكينا هدول المقشرات انت هون عم بتروحي الطبقه السطحيه من الجلد فانت حتصير جلدتك اكثر حساسيه خلينا نقول ضيائيه والجلد عم بتصير رقيقه فانت لما عم بتحطي هالمقشر تتعرضي بشكل مباشر لاشعه الشمس انت رح تشوفي هالنتائج السيئه خلال خلينا نقول خلال على المدى البعيد يعني مو خلال اسبوع وعشرة ايام ممكن انت اول فتره ايه اوكي صير عندك شويه حروق بس انت على المدى البعيد ممكن تلاقي انه بشرتك صار فيها تصبغات اكثر وصارت أسوأ من قبل فنحن لا كل الاجراءات او كل الكريمات اللي بيكون تركيز المقشرات فيها كثير كبير هذا كله بنفضل انه نعم له بالفصل الشتاء هلا نحن على الربيع وعلى الصيف في عنا بدائل للمقشرات حتى نحن نحافظ على بشره صحيه نضره نتخلص من المشاكل اللي موجوده بطريقه ما تاذينا وما تعملنا سايد افكت او مشاكل على المدى البعيد ففينا نحن هلا نستبدل المقشرات انه نحن نستخدم سيرومات او كريمات غنيه بفيتامين سي فيتامين سي من اهم مضادات الاكسده بيساهم بتكوين الياف الكولاجين والإلاستين بيسمك البشرة على المدى البعيد بيخفف كتير من التصبغات ومن البقع هو من أهم مثل ما حكينا مضادات الأكسدة الممكن أنه السيدة تستخدمها لحتى تأخر الشيخوخة ومن دون ما يعطينا نتائج سلبية فينا تستخدمه الصبح مثلا طبقة خلينا نقول مثلا بعد ما تغسل السيدة وشها فينا تحط كم نقطة من السيروم بعدين تحط فوقه واقي شمس أو تستخدمه بالليل قبل ما تنام وترجع تحط فوقه طبقة رقيقة من المرطب فينهم كمان السيدات يستخدموا مواد بيجي بتركيبتها الأربوتين اللي هي عشبة كمان بتفتح البشرة بتخفف كتير من البقع والتصبغات لأنه بتصبت من إنتاج الميلانين بقلب الجلدة فكتير بتخفف البقع والنمش والكلف وهي ما أنا مقشر فما بتعمل مشاكل وكمان فينا السيدة تستخدمه صبح مساء يعني ضمن الروتين اليومي هلأ الترند الجديد والشركات العالمية كلها عم تنصح أو بتوصي باستخدامه هو النياسيناميد اسمه العلمي اللي هو مشتق من فيتامين B3 كمان في منه أشكال صيدلانية متنوعة الشكل الشائع بأنه هو بيجي على شكل سيرومات في شركات عاملته مع هيرونيك أسيد يعني ضايفت له كمان مرطب كمان كتير بخفف من البقع بيوحد لون البشرة بيخلصنا كتير من المسامات وكلهم بيشتغلوا على موضوع أنهم بيحفزوا تكوين ألياف كولاجين وإلاستين وبيخففوا كتير من التجاعيد الناعمة وبيخففوا كتير من الشيخوخة على المدى البعيد وما بيتركوا تأثيرات جانبية يعني فينا السيدة تستخدمون بشكل آمن خلال أشهر الصيف يعني دكتورة وضحتي طرق كتير مهمة للصبايا اليوم لحتى يتبعوها ليحافظوا على صحة بشرتهم ولكن إذا بدنا نحكي بشكل خاص الروتين اليومي للحفاظ على نضارة البشرة خصوصا أنه إحنا عنا اليوم أنواع عديدة للبشرة إن كانت حساسة أو جافة أو مختلطة شو هو الروتين اليومي المناسب اليوم لحتى نحن نحصل أكثر على بشرة صحية هلأ الروتين اليومي بده كل سيدة حسب نوع بشرتها المفروض أنه هي تبدل السكين كيرز تبعها يعني البشرة الحساسة ولا الجافة والمختلطة يعني ما فينا نحن نكتب روتين واحد لكل السيدات كل حدا حسب نوع بشرته بده يجيب كريمات السكين كيرز المناسبة لإله بس يعني المينيموم أنه يكون عند السيدة واقي شمس هو كتير أساسي ما فينا نحن نستغني عنه خاصة هلأ لأنه بلشنا ندخل بفصل الصيف يفضل يكون عامل حماية تبعه الـ SPF 50 وفوق لأنه نحن بلادنا كتير مشمسة هلأ فينا هي مثلا تستخدم واقيات شمس في بقلب لون حتى هي تخفف من طبقات الميك اب حتى ما تضطر مثلا تستخدم فونديشن لساعات كتير طويلة مثل ما كلنا نعرف انه الميك اب لساعات كتير طويلة كتير
بيأذي البشرة، ففينا هي تستخدم واقي الشمس اللي بيجي فيه اللون. كمان نحن كريمات الترطيب حسب كل نوع من أنواع البشرة، يعني حتى البشرة الدهنية هي بحاجة لأنه سيدة تستخدم لها كريم مرطب. هلأ في أنواع كتير موجودة بالسوق، من أهمها الهيرونيك أسيد لأنه بيناسب كل أنواع البشرات، واللي هي جزيئة من الأساس موجودة بجلدة كل حدا فينا، كل ما كبرنا بتقل نسبتها، فهي تحبس مي فبتجذب مي لساعات كتير طويلة، فمنحافظ نحن على ترطيب والنضارة لساعات كتير طويلة. والغسول هذا كمان أساسي وضروري يكون موجود عند كل سيدة، ودايما نحن مننوه أنه السيدات اللي بيضطروا يحطوا ميك اب لأنه شغلهم بيتطلب منهم أنه يحطوا ميك اب كل يوم مثلكم مثلا، فنحن دايما مننوه على هالنقطة أنه ما ننام بالميك اب، هذا شيء كتير ضروري ننظفه منيح بمزيل ميك اب، وأنه نحن نرجع نغسله وبعدين بقى نستخدم روتين العناية اليومية. هلأ أنت بس تصيري بعمر كمان فوق 30 حاجتك كمان بتتبدل، يعني أنت بتصيري بحاجة لكريمات أكثر تشتغل على موضوع الشيخوخة، على موضوع بدنا شيء يسمك البشرة يحفز ألياف الإلاستين والكولاجين. بتغير الروتين مع تغير العمر، مع تغير الحالة الهرمونية، مع المشاكل حتى الموجودة بالبشرة. نحن عم نحكي على السيدة اللي بشرتها ما فيها أي مشاكل، أما هون أنت لما دخلتي ناس عندها حب شباب، ناس عندها ندبات، ناس عندها تصبغات بأشكالها، مسامات واسعة، هم بدك كمان تكتبي شيء نوعي، بس هذا طبعا بعد استشارة الطبيب لأنه هو اللي بده يتابع معه، لأنه كل مرحلة بتضطر أنه تبدل كريماتها. صحيح. طيب دكتورة، هلا حضرتك حكيتي بالبداية أنه في بعض أنواع الكريمات المفيدة اللي هلا هي ترند وكتير عم يوصفوها، أيضا كمان عم نشوف للأسف على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عم بيتم تداول أنواع كريمات من دون ما يكون طبعا هذا مع وصفة طبية، مجرد أنه حدا شاف هذا الكريم ترند والكل عم يستخدمه صار يوصفوا الصبايا لبعض، هي عم تعمل أخطاء، يعني بجوز هي ما بتنفع لبشرتها، بجوز إلى أضرار طريقة الاستخدام. قديه مهم كمان ننوه أنه نحن مو أي شيء بنشوف له دعاية معناته أنه خلص أنا بجيبه وبستخدمه، صح أو لا؟ أكيد. هلأ الاستخدام الخاطئ والعشوائي لأي أدوية كريمات أو حتى الأدوية الجهازية الفموية اللي ممكن أنه أي حدا ياخدها، كثير هلأ منتشرة أنه حبب تعمل الشعر والأظافر والبشرة وكل شيء مع بعض. هلأ في أشياء مثبتة، في أشياء مثلا هي علمية تركيبتها بيكون مثلا فيها فيتامينات متنوعة، زنك، بيوتين، بيت نعاش، هي الأشياء بالعكس هي كتير منيحة بترمم الشعر، الأظافر، الجلدة، بس أنت أحيانا ممكن عم تاخدي أحيانا في بعض الفيتامينات خلينا نقول اللي هي مانا منحلة بالماء مثلا مثل فيتامينات بي، أنت أخدتي حتى لو كان جرعة مثلا عالية شوي فالجسم برجع بيطرحها، بس في عندك مثلا فيتامينات بتتخزن بالنسيج الشحمي أو الغير منحلة بالماء بياخدوها المرضى ما بيعرفوا أنه هي على المدى البعيد عم تعمل لهم كتير تأثيرات جانبية مثلا مثل فيتامينات A، فيتامين كاف، فيتامين دال، فيتامين E، كلها هدول الأربع أنواع هي فيتامينات بتتخزن بالنسيج الشحمي، يعني أنت أحيانا بصير عندك جرعة تراكمية سمية بتضر الجسم إذا المريض ما عم يعرف يستخدمها صح، أو نحن والله عم نسمع بس أنه هالفيتامين بيفيد أو بأخر الشيخوخة خلينا مثلا ناخده. حتى الكريمات اللي عم تستخدم بطريقة عشوائية، يعني ممكن أنت تكون نمط جلدتك دراي سكن يعني كتير جافة وانت عم تستخدمي شيء لبشرة دهنية، فانت عم بتخلصيها من هالزيوت الطبيعية الموجودة فيها وعم بتجففيها أكثر. هي أخطاء احنا كتير شائعة وكتير منشوفها، انه كل شيء بيشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن انه هن عم بيطبقوه وهن بالعكس عم بيسيئوا لنفسهم، بدل ما ياخذوا النتيجه الايجابيه بالعكس على المدى البعيد عم تترك لهم تاثيرات كثير سلبيه. ممكن انت مثلا تتحسسي من المنتج يعمل لك مثلا اكزيما، حمار، زيوانات، ما عم تعرفي انت انه هو عم بيناسبك او لا، ما عم تعرفي من شو عم تتحسسي يعني. فنحن دائما بننوه هذا الاستخدام الخاطئ والعشوائي للكريمات وللأدوية ما بصير. المريضة لازم دائما السيدة تتابع طبيب، تشوف
شو الطبيب بينصحها؟ ممكن هو يختصر عليها انه تكون عم تشتري كريمات بشكل كثير عشوائي، صحيح. يعطيها كريم او اثنين يكونوا مناسبين لها، هدول هن الصح وهن الصح وهن اللي فينا تلاقي عليهم النتيجه اللي هي بدها اياها. طيب واليوم قد ايه نظامنا الغذائي بينعكس على صحتنا، وتحديدا اذا فينا نقول صحه البشره، وبشكل عام كمان الحاله النفسيه اليوم قد ايه بتلعب دور، اذا كنا مرتاحين او متضايقين، كل هاي الامور يمكن بتسبب مشاكل للبشره. خلينا نوضح. هلا الغذاء الصحي والمتوازن بيترك تأثيراته الإيجابية على كل أعضاء الجسم، وبشكل خاص الجلد، البشرة، الشعر، الأظافر. كثير نحن السيدات نتعرض لفقر دم، لعوز مخازن الحديد، لنقص فيتامين د أكثر من الرجال، لتبدلاتنا الهرمونية. فضروري كتير نحنا نهتم حتى بالمتممات الغذائية، ما نهمل أبدا. هلأ في كتير مثلا من السيدات لك أنه أنا ما بدي أخذ الفيتامين لأنه ما بدي أسمن، بس أنت ضروري أنك تاخديه مشان ما يعمل لك مشاكل. فقر الدم بيعمل لك تعب، مو بس على شعرك وأظافرك، أنت حتى على أعضائك الثانية، على القلب، على صحتك بشكل عام. فنحنا كتير ضروري بعض المتممات أنه نحنا ممكن أغذيتنا ما عم تقدر تعطينا اياهم بشكل يعني احتياج الجسم بشكل كافي، ففينا نحن ناخذهم بشكل متممات، بس ناخذهم بطريقه صح. احيانا الناس كثير بيجمعوا بين الفيتامينات كلها مع بعضها، هذا الشيء كثير غلط. يعني احيانا انت بتكوني عم تاخذي ايه، بتقول لك عم باخذ زنك وعم باخذ الحديد وعم باخذ الفيتامينات، فانت ممكن الجسم اخذ شارده وطرح الثانيه. في أوقات معينة حتى نحن نأخذ هاي المتممات الغذائية. والشق الثاني من سؤالك أنه أكيد نفسي. الحالة النفسية يعني أو الستريس، الاكتئاب أو التفكير الزايد، هذا بيترك تأثيرات سلبية على كل أعضاء الجسم المختلفة، يعني مو بس على الجلد. والناس اللي كتير هن ستريس بحياتهم تلاقيهم مثلا حتى الشيخوخة عندهم والتجاعيد اللي بتشوفيها عندهم أكيد أكثر من غيرهم بكثير، فأكيد هذا كله بيكمل بعضه. صحيح. قبل ما نختم كمان نصيحة هيك صغيرة، يمكن نعرف اللي بشرتهم شوي سمرة بيقول إنه لا أنا ما بتأثر بالشمس مثل غيري، أنا تأثيري أخف. من الأيام ما بيحطوا واقيات شمسية، بيفكروا إنه واقي الشمسي بس للي بشرته فاتحة، وهذا يمكن خطأ شائع. صحيح. هلا اكيد اللي هن بشرتهم سمره او غابقه شوي، الميلانين اللي موجود عندهم بيحميهم اكثر من الشقر من تاثيرات السلبيه لاشعه الشمس. ودائما انت لاحظي انه اللي بشرتهم كثير بيضه وكثير شقره بصير عندهم شيخوخه متسارعه اكثر من السمر بسنين. حتى سرطانات الجلد بتصير عند البيض والشقر اكثر من السمر. بس هذا الشيء يعني هذا الشيء انه ما بيسمح لهدول الاشخاص انه لا نحن ما بدنا نستخدم واقي الشمس. لا اكيد لازم وضروري، لانه انت بس مو بس عم تحمي حالك من الشيخوخه او من هالاذيه اللي بتسببها اشعه الشمس، او بتكسر لنا الياف الكولاجين والالاستين، او بتعملنا تصبغات. لا مو بس من هي المشاكل، نحن كمان الشمس بتساهم بنسبه كثير كبيره من سرطانات الجلد اللي ممكن نحن نشوفها بالاعمار المتقدمه. يعني فاي شخص لازم يستخدم واقي شمس، لا سيما الاشخاص اللي شغلهم اوت دور، يعني اللي بيضلوا برا ساعات كتير طويلة واللي بشرتهم فاتحة. أكيد بالختام معلومات طبية ونصائح جدا مهمة، بنتمنى من الكل يكون استفاد من كلام حضرتك. شكرا كتير لك الدكتورة هلا الحوش، اختصاصية جلدية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم ونهاركم سعيد. شكرا لك دكتورة، نهارك سعيد وينعاد عليك بكل خير مرة تانية. نعاد عليك سلمى ونهاركم سعيد. أهلا وسهلا.